الكثافة السكانية اللي كتعرفها مدينة الدار البيضاء واللي من الصعب تلقى فيها سكن اقتصادي، إقامة البستان جابت الحل. شقق ب 25 مليون وفي سيدي مومن، هاد المنطقة اللي كتعرف تطور كبير في وسائل النقل والتجهيزات. هاد الشقق واللي انطلق البيع في آخر شطر فيها كتوفر على جوج غرف، صالون، مطبخ وبهو. وزيادة على هذا فالإقامة على بعد 5 دقائق فقط من محطة ترامواي، ومكتب البيع مفتوح من 9 الصباح ل 7 العشية. وباش تعرفوا على المزيد من المعلومات وتزوروا الشقة النموذجية اتصلوا بنا على الأرقام التالية